السلام عليكم. في التعاون الجزائري الألماني، نظمت اليوم وزارة الطاقة والمناجم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوزارة الفيدرالية للاقتصاد وحماية المناخ بالجزائر العاصمة الطبعة الرابعة لليوم الجزائري الألماني للطاقة تحت شعار معا نحو حلول جديدة للطاقة المستدامة، وذلك بحضور كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية مولفي، وكذا نائب وزير وكاتبة دولة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية فرانسيسكا برانتنير. اللقاء فرصة لتبحث حالة علاقات التعاون الثنائي الجزائرية الألمانية وآفاق تطويرها، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، الهيدروجين وتثمين الكفاءة الطاقوية، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالسياسة الطاقوية وحماية البيئة والمناخ. دائما وفي التعاون الجزائري الألماني، استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب نائب وزير كاتبة الدولة للاقتصاد وحماية المناخ الألمانية فرانسيسكا برانتنير. الطرفان تطرقا إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال الطاقات المتجددة. أنا سعيدة بوجودي هنا بالجزائر من أجل إعادة بحث وتقوية علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وألمانيا، خاصة في مجال الطاقات المتجددة. هناك آفاق شراكة واعدة، خاصة في مجال نقل التكنولوجيا الألمانية للوصول إلى طاقة مستدامة ونظيفة. الشراكة مع ألمانيا مهمة جدا بالنسبة لنا، وتحدثنا كثيرا على تطوير سبل التعاون بين الجزائر وألمانيا، وخاصة في الطاقات المتجددة والمشاريع المستقبلية بالنسبة للهيدروجين. فتكنولوجيا ألمانيا تكنولوجيا متطورة، ونريد المشاركة في مشاركة ألمانيا في مشاريع جزائرية لتطوير الطاقات المتجددة، وخاصة البرنامج الحكومي المسطر لهذا الغرض.